نستكمل بقى المسائل على الـ Divergence Theorem. في problem عندي بيقول إن هو معاه الـ Electric Flux Density أو الـ Displacement Flux Density D، الـ D بيساوي 6 rho sin phi over 2 في اتجاه rho plus 3 over 2 rho cosine phi over 2 في اتجاه الفاي، الوحدات كولوم بير متر سكويرد. هو عايز يحسب الفلوكس الخارج او across closed surface. ال closed surface عندي ده الباوندري بتاعه او معرف بايه او الباوندس بتاعته ايه. رو بتساوي 2، فاي بتساوي 0، فاي بتساوي باي، زد بتساوي 0، زد بتساوي 5. فسهل نرسمها لو دي المحاور بتاعتي، على ان هو بيقول عند رو بتساوي 2، يعني بالشكل ده رو بتساوي 2 كونستنت اهو، ده كده 2 وده سالب 2. عندي بيقول فاي بتساوي 0، يعني على الريل اكس اكسس، سوري على البوزيتيف اكس اكسس، وباي بتساوي وفاي بتساوي باي يعني على النيجاتيف، وطالع لي فوق كده. جميل. بيقول لي بعد كده زد بيساوي 0 اللي هو الباتوم بليد ده القاعده بتاعتها، وزد بتساوي 5. هقفل من فوق كده ايه بخمسة. تمام كده كونت ايه، كده كونت closed surface دي كأنها نص اسطوانة، ده كده كأنها half of a cylinder. طيب هو بيقول لي ايه، بيقول لي احسب الflux اللي خارج من او الflux across او النت flux across ال closed surface ده بـ two methods. احنا عارفين من جاوس لو ان انا ممكن اجيب الفلوكس عادي بان انا كامل دوت دي دوت دي اس اكلوزد اي اكروس اوفر اي اوفر السيرفيس بتاعي اللي هو في حالتنا نص السلندر ده، او ان انا اجيب الدايفرجنس بما ان دايفرجنس بما انه سطح مغلق اقدر اجيب الدايفرجنس هو كامل على الحجم ذات نفسه. فدي التو ميثودز. فانا هستخدم اول ميثود اللي هو ايه العاديه خالص اللي هو الدي دوت دي اس. يعني انا هنا كده هستخدم الابساي عبارة عن التكامل على السطح المغلق لدي دوت الدي اس. طيب انا عندي هسمي، طبعا انا هنا عندي كذا وجه، يعني عندي التوب وعندي الباتوم وعندي السلندريكال سيرفيس وعندي الظهر بتاعها. فهبدأ اسمي التوب بليت ده عبارة عن 1 والباتوم بليت عبارة عن 2، السيرفيس ذات نفسه عبارة عن 3، والظهر دوت هيبقى عبارة عن 4، بس هو هيتقسم لاتنين هنعرف ليه كمان شوية. هيتقسم لاتنين لأن مرة الفاي كانت المرة الفاي بصفر ومرة الفاي بباي، فلما تيجي تعوض هنا لازم تعوض مرة بصفر ومرة بباي، بس لما نجيلها يعني. بس مبدئيا كده نبدأ نشوف بقى. يبقى احنا هنكامل على الريجن الأولانية، وبعد كده هنكامل على الريجن الثانية، وبعد كده هنكامل على الريجن الثالثة، وبعد كده هنكامل على الريجن الرابعة. طيب عظيم. الريجن الأولانية النورمال فيكتور بتاعها اللي هو على السيرفيس عبارة عن زد، بيشاور في اتجاه زد، يبقى الدي هي فانكشن في الرو أو في اتجاه الرو وفي اتجاه في اتجاه الرو وفي اتجاه الفاي، يبقى زد دوت برودكت مع رو بصفر لانه اورثوجونال، زد دوت برودكت مع فاي بصفر، يبقى اول تكامل بصفر. طيب الثاني، الثاني كان القاعده، فالقاعده النورمال فيكتور بتاعها ماينس زي، برضه التكامل ده بصفر، نفس الكلام. الثالثه النورمال فيكتور بتاعنا في اتجاه سلندريكال سيرفيس يعني في اتجاه الرو، والرابعه هيبقى النورمال بتاعها في اتجاه سالب الواي. ده واي لزد، هتلاقي النورمال فيكتور في اتجاه سالب الواي. يبقى يبقى لنا ايه الكونتريبيوشن اللي جاي من ايه من اول من من اخر وثالث من ثالث ورابع تكامل. يعني ده كده بيساوي ايه،
ناخد بقى اللي هو التكامل التالت ده، هيبقى عبارة عن رو دوت برودكت مع رو دوت برودكت مع دي، هما الفيكتور والدي اس اقدر اجيبها. طيب الرو دوت برودكت مع رو يديك واحد، الرو دوت برودكت مع الفا يديك صفر، هيتبقى لنا ايه الكومبوننت الاولانيه بس اللي هي 6 رو ساين فاي اوفر 2. طيب الدي اس في حالتنا دي، الدي اس في حالتنا دي لو رسمناها بره كده هنلاقي انها بتحرك في اتجاه زي دي زي، بتحرك في اتجاه فاي برو دي فاي. طبعا الرو في حالتنا هنا كونستنت وبتساوي 2 متر، لان الرو السطح دوت الرو عليه ثابتة وبتساوي كام؟ 2. فيبقى ايه رو دي دي فاي، ده رو دي فاي دي زي. طيب ما انساش ان انا اعوض عن الرو باتنين لان هي ثابتة في حالتنا دي. طب حدود الفاي من صفر لباي هو اللي من صفر لباي، وحدود الزد من صفر لخمسة. جميل. زائد التكامل الرابع هلاقي ان ايه سالب واي دوت برودكت مع رو هيدينا سالب ساين سالب ساين فاي، وبالتالي يبقى معايا سالب ستة رو ساين فاي على اتنين. بعد كده سالب واي دوت برودكت مع الفاي يدينا سالب كوساين فاي، يبقى سالب تلاتة على اتنين رو كوساين فاي على اتنين في كوساين فاي. طيب الدي دي اس بتاعتي كانت عبارة عن ايه؟ لو بصينا على الظهر ان ايه بيعمل كده ايه كأنه ريكتانجل مستطيل، التحرك البسيط في اتجاه زد دي زد، والتحرك البسيط في اتجاه الاكس ده عبارة عن دي اكس، او ممكن اقول دي رو، يعني دي اكس في حالتنا هتساوي دي رو لان انا بتحرك برضه في اتجاهه، وممكن اقول دي اكس عادي بس هلاقي برضه ان دي اكس هي يا دي رو. بدل ما اروح اشيل كل رو اعوض بداية الاكس، بس انا في حالتنا دي في الظهر دي اكني برضه بتحرك في اتجاه الرو مفيش مشكلة، يعني هنا كده اكني بتحرك في اتجاه الرو يبقى ده دي رو. يبقى عندي ايه المساحة دي رو دي زي. طيب الاولانية لما نكمل التكامل بتاع التكامل الاولاني ده سهل بسيط خالص، هيتعمل الاول اتعوض عن الرو باتنين يطلع لك اربعة، اتنين في اتنين باربعة يعني، ويطلع لك الستة دي في اربعة برة. وبعد كده تكامل بالنسبة للزد لانه مفيش حاجة جوه معتمد على الزد فيطلع لك خمسة، وبعد كده تكامل بالنسبة للفاي، يعني في الاخر هيطلع لك ناتج التكامل دوت عبارة عن 30 في 8. هيتبقى لك بقى التكامل التاني ده، احنا قلنا ايه التكامل ده هيتقسم لاتنين، ليه؟ لان هنسيت انا اكتب ساين فاي، دي كده في هنا ساين فاي، ده اللي هو حصل ضرب الدوت برودكت ما بين سالب واي ورو، فحصل ضرب ما بينهم هو دوت برودكت عبارة عن سالب ساين فاي. مرة هنا ايه؟ مرة هنا اعوض عن الفاي بصفر، ومرة اعوض عن الفاي بباي، يعني كأني قسمت ظهر الاسطوانة ده لحتتين هعمل عليهم التكامل، الحتة دي والحتة دي عشان الفاي عليهم مختلفة. فلما اعوض عن ساين فاي بصفر، اعوض عن فاي بصفر هلاقي ان الترم الاولاني ده بقى بصفر والترم التاني ده بس هو اللي فاضل، فيبقى لي سالب التكامل 3 على 2 رو دي رو دي زي. طيب الحدود من فين لفين؟ الرو عندي من صفر لاتنين، والزد عندي من صفر لخمسة. طيب ان التكامل بقى على السطح التاني، ما انا قسمت التكامل ده لاتنين، طب على السطح التاني الباي كانت بصفر، فما تيجي تعوض هنا يديك ساين باي بصفر، فالجزء ده يروح الترم ده يروح، وما تيجي تعوض هنا يديك كوساين باي على اتنين بصفر، فالترم ده برضه يروح، يبقى هيبقى لي بس ايه التكامل ده. نكامل عادي خالص، والتكامل دوت very simple هيدينا minus 3 على 2 في 5 في 2 تربيع على 2، يعني هيدينا في الآخر إن الإبساي هتساوي 225 كولوم. طيب دي كده بالطريقة الأولانية، واضح إن الطريقة الأولانية إيه صعبة شوية. هنشوف بقى Divergence Theorem إزاي هتخلصنا الموضوع دوت ببساطة جدا.
فالطريقة التانية إن أنا أقول إن الإبساي بما إن ده closed surface أقدر أستخدم إيه Gauss Theorem أو Divergence Theorem لأن التكامل الflux بيساوي إيه ديف دي على دي في. طيب الديف الدايفيرجنس للدي في السلندر، أنا دلوقتي شغال سلندريكال كوردينيتس، كان بيساوي إيه؟ بيساوي 1 أوفر رو في partial by partial رو ل رو دي رو الكومبوننت بتاع دي في اتجاه رو زائد 1 أوفر رو في partial دي فاي باي partial فاي partial دي فاي يعني الكومبوننت بتاع في اتجاه الفاي باي partial فاي بلس partial دي زي باي partial زي. طيب نطبق الكلام دوت علينا فهنلاقي ان الدايفرجنس انا ما عنديش الا مركبتين بس اللي هو دي فاي والدي رو، فاروح اطبق الكلام ده ديف الدي هيساوي 1 اوفر رو في partial باي partial رو ل كان عندي هنا كام؟ كان عندي الكومبوننت في اتجاه الرو 6 رو او 6 رو ساين فاي اوفر 2، لما تضيف في الرو يبقى يدينا 6 رو سكويرد ساين فاي اوفر 2، وهنا يدينا 1 اوفر رو partial partial فاي الكومبوننت في اتجاه الفاي كانت 3 على 2 رو كوساين فاي على 2. لما تيجي تفاضل هيديك هنا عبارة عن 6 ساين فاي تطلع بره التفاضل عادي على الرو، وبتفاضل 6 2 رو تربيع يعني يديك 2 رو، وهنا هتفاضل 1 اوفر رو في 3 على 2 رو بره بالنسبة للبارشال فاي ثابت فتطلع بره، كوساين فاي بالنسبة لنا هتبقى سالب ساين فاي فالسالب يطلع هنا يبقى في نص ساين فاي اوفر 2 تفاضل عادي يعني هيديك في الاخر 12 ساين فاي من الاولانية ناقص 3 على 4 ساين فاي، طبعا دي فاي على 2 سوري ودي فاي على 2 برضه. يبقى الدايفرجنس للدي بيساوي 45 45 على 4 ساين فاي على 2. نروح بقى نجيب الابساي عادي، يبقى التكامل على الفوليوم لديفيد دي جبناها خلاص ب 45 على 4 ساين فاي على 2. طيب الدي في في حالتنا احنا شغالين سلندريكال وبالتالي الفوليوم بتاعنا عباره عن رو دي فاي دي زي، الرو كانت بتتراوح من 0 ل 2، الفاي كانت بتتراوح من 0 لباي، الفوليوم الزي كان بيتراوح من 0 سوري من 0 ل 5. نروح بقى نكامل تكامل بسيط جدا خالص، هنكمل مره بالنسبه للرو ومره بالنسبه للفاي ومره بالنسبه للزي، هيطلع لنا كام؟ الثابت ده يطلع بره 45 على 4، التكامل بالنسبه للزي هعمله الاول لان الباقي كله ثوابت بالنسبه له فهيطلع لي 5، وايه تاني؟ والحدود طبعا ما بتعتمدش على الزي. بعد كده هكمل بالنسبة للراي يبقى رو تربيع على 2 وتعوض يطلع لك 2 تربيع على 2 في الساين فاي على 2، لما نكملها يطلع لك سالب كوساين فاي على 2 على نص، تعوض من صفر الباي هيطلع لك مرة هيطلع لك 2 في 1 ومرة هيطلع لك 0، وده كله كده لما تيجي تعوض تلاقي ان الابساي بتساوي او الفلكس بيساوي 225 كولوم نفس اللي جبناه من الترم اللي فوق. وبكده احنا عملنا ايه؟ عملنا فيريفيكيشن للدايفرجنس ثيرم، وفي نفس الوقت شفنا قد ايه هي بتبسط الماثيماتيكال ايه ريليشن شيبس. ف كده ايه عملنا فيريفيكيشن للدايفرجنس ثيرم او جاو ثيرم، وحلينا وجبنا الفلكس بالطريقتين التقليديه اللي هي دي دوت دي اس وكامل، والطريقه اللي اقترحها جاوس اللي هي الدايفرجنس اللي انا اكامل على الحجم الدايفرجنس على الحجم انكلوزد باي ايه باي ذا كلوزد سيرفيس. طيب اكزامبل تاني بيقول ايه بقى؟ بيقول انت عندك في ريجن ار اقل من او بتساوي الاثنين، عندك ان الالكتريك فلوكس دنسيتي عباره عن 5 ار تربيع على 4 في اتجاه الار، وعندك في الريجن اللي هي R أكبر من الاثنين الإلكتريك فلوكس دنسيتي بيساوي 20 على R تربيع في اتجاه ال R. بيقول لك إيه؟ find the charge density، هو عايز يعرف رو V بتساوي إيه. إحنا عارفين برضو من الديفرنشال أو من الديفرنشال فورم أو البوينت فورم أوف جاوس ثيرم أو
او جاوس لو او اللي احنا قلنا عليها first maxwell equation ان divergence d بيساوي الرو في. فدلوقتي اقدر عشان اجيب الرو في محتاج اجيب الدايفرجنس بتاع دي. انا عندي دلوقتي تو ريجنز، ففي الريجن الاولانيه فور ار اقل من او بتساوي الاثنين الرو في بتساوي دايفرجنس الدي، يعني بتساوي انا عندي هنا في السفيريكال نقدر نروح نجيب الدايفرجنس في السفيريكال. عملنا له ديفيجن قبل كده بس نكتب القانون على طول. بس اخد بالي ان انا عندي بس مركبه واحده، عندي الدي عباره عن مركبه في اتجاه الار، فبالتالي هاخد البارشال ديريفيتيف بالنسبه للار بس، يبقى ار 1 اوفر ار سكويرد بارشال باي بارشال ار لار تربيع دي ار. ده كده كانت دايفرجنس، هعوض يبقى 1 اوفر ار سكويرد في بارشال باي بارشال ار ل، لما اضرب هنا في ار تربيع يطلع لي 5 على 4 ار اس 4. نعمل التكامل هيطلع لك في، نعمل التفاضل هيطلع لك في الاخر 5 ار. طيب 4 الريجن بقى ار اكبر من الاثنين، هلاقي ان الرو في بتساوي برضه دايفرجنس الدي، بس الدي هنا 20 على ار تربيع، وبالتالي تيجي تكامل تيجي تفاضل يبقى 1 على ار سكويرد بارشال باي بارشال ار لار سكويرد دي ار، هتلاقيها عبارة عن 1 على ار سكويرد. لما تضرب ار سكويرد هنا في 20 على ار سكويرد يطلع لك ايه 20، فيطلع لك التفاضل بتاعها بصفر. يبقى الرو في بتساوي حاجتين، 5 ار لو الار اصغر من او بتساوي 2 وصفر otherwise. دي كده problem على first maxwell equation او differential form of gauss of gauss law. برضو نجيب في مسألة هنا على ان احنا ازاي نجيب الفلوكس بطريقتين. الطريقة اول نكتب الالكتريك فلوكس دينستي، ده اكزامبل تاني. الالكتريك فلوكس دينستي عبارة عن 5 ار تربيع على 4 في اتجاه الار. بيقول لك الريجن بتاعتك عبارة عن ايه، عبارة عن ار بتساوي 4 متر والثيتا بتساوي باي على 2 باي على 4. فلو جيت رسمتها دي هتلاقيها عبارة عن كون الار ثابتة، لو جينا رسمناها بكلر مختلف هنلاقي ان الار بتاعتك ثابتة والثيتا ثابتة. فالثيتا ثابتة كأنك بتلف كده حوالين ايه، حوالين محور زد بالمنظر ده. ده كده، وبيقول لك طبعا هو closed surface فهيبقى مغطى، ان الار ثابتة يبقى كده مغطى كأنك جايب ايس كريم بالظبط. فعندك سطح فوق اللي هو ده بتاع غطى الكون، وده عندك ايه الشكل المخروطي ده كده. جميل. الطريقة الأولانية عشان نحسب الفلكس اللي احنا الطريقة العادية خالص، نكامل على السطح المغلق ده دي دوت الدي اس. طيب التكامل هيتم ازاي؟ يبقى عندي 5 ار تربيع على 4 في اتجاه الار. الدي اس في حالتنا دي عملناها قبل كده برضو. هو احنا دلوقتي هنجيب على غطى الكون ده، طب ليه انا مش هجيب على، مش هجيب الدي اس او مش هكامل على سطح الكون اللي هو المخروطي اللي بيلف ده، ليه مش هجيب عليه؟ لان تاني هلاقي ان السطح دوت عبارة عن ان النورمال فيكتور عليه عمودي على الار، يعني هتلاقي النورمال فيكتور ده في اتجاه الثيتا، يعني النورمال فيكتور اللي على سطح المخروط في اتجاه الثيتا. فلما تيجي تضربه دوت برودكت مع الار اليونت نورمال اللي هو اليونت فيكتور بتاع الار بتاع الفيديال دايركشن، هتلاقي ان الدوت برودكت بتاعهم بصفر، وبالتالي الفلكس مفيش كونتريبيوشن في الاتجاه ده من الفيلد بتاعي. يبقى لي بس ايه التكامل على السطح دوت اللي هو سطح اللي هو الغطاء بتاع المخروط. ليه؟ لان هو النورمال فيكتور بتاعه في اتجاه الار، يبقى ار. وطبعا الاليمنتال سيرفيس بتاعي عملناها برضو قبل كده عباره عن ار سكويرد ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. جميل. طبعا انا هنا الار
عندي لما اجي اعوض عنها اعوض عن الار باربعة، لان الار الار بكام؟ باربعة، لان الار هنا ثابتة، هو قال لك ار بتساوي اربعة. فتاني انا ليه مش هكامل على سطح المخروط؟ تاني لان اليونت نورمال على سطح المخروط في اتجاه الثيتا، وبالتالي ثيتا دوت برودكت مع ار بتساوي الصفر، وبالتالي مفيش كونتريبيوشن من الفيلد في الاتجاه ده، يعني مفيش فلوكس هيبقى هيعمل، او مفيش فيلد لاينز هتخترق جانب المخروط ده. انت برضه ممكن تتخيلها ان دي في اتجاه الار، فهتلاقيها موازيه اصلا لسطح المخروط، وبالتالي مفيش حاجه هتخترق سطح المخروط، وبالتالي مخروط، وبالتالي مفيش فلوكس جاي من الناحيه دي. يبقى بس انا هكامل على ايه؟ السطح الفوقاني ليه ده، او الغطا بتاعه. تمام. فنيجي نعوض بقى، يطلع لي ايه؟ الخمسة تطلع بره، والأربعة برضو اللي في المقام تطلع بره، وهيبقى عندي هنا ار تربيع، وار تربيع يعني ار أس أربعة، يبقى أربعة أس أربعة. في بقى التكامل عادي، ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي، الحدود بتاعتي ثيتا من صفر لباي على أربعة، والفاي عندي من صفر لاتنين باي، دورة كاملة. فتروح تعوض هيطلع لك 5.8.9.1 كولوم. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إن أنا هروح أجيب الـ divergence، الفلوكس هيساوي التكامل على الفوليوم من دي في. طيب divergence دي إحنا لسه أصلا حاسبينه من شوية في المسألة اللي فاتت، هنلاقيه عبارة عن 5R. فنروح نجيب الفلوكس، divergence دي عبارة عن 5R. طيب الـ dV في حالة الـ sphere كنا بنقول ان هي عبارة عن r squared sine theta، لان ده جزء من sphere، ف r squared sine theta dr d theta d phi. طب حدود ال r من صفر لأربعة، حدود الثيتا من صفر لباي على أربعة، حدود الفاي من صفر لاتنين باي. تقدر التكامل ده بسيط برضه، هتكامل بالنسبة ل r تزود على الأس واحد وتقسم على الأس الجديد وتعوض. كده كامل بالنسبة لثيتا، ساين ثيتا عبارة عن ماينس كوساين، بعد كده الدي فاي ثابت، كل ده ثابت بالنسبة لها، هيطلع لك فاي، وتعوض من صفر لاتنين باي، يطلع لك برضه ناتج التكامل 5.8.9 أو 589.1 كولوم. وكده جبنا الفلكس برضه بطريقتين، وعملنا فيريفيكيشن للدايفيرجنس ثيوري. آخر بقى مسألة بيقول لي احسب الدايفيرجنس بتاع الإلكتريك فيلد او بتاع دي الالكتريك فلوكس دنسيتي اوف ا بوينت تشارج. يبقى هنا كده ممكن نقول ايه؟ فايند ذا دايفيرجنس اوف دي اوف ا بوينت تشارج. طب احنا عارفين ان دي في حالة البوينت تشارج استنتجناها قبل كده طلعت ايه؟ كيو على 4 باي ايبسلون ار سكويرد. انا هتعامل معاها في على انها في نقطة الاصل، وهنشوف لو رحلناها في اي نقطة تانية هنعمل ايه. تعالى يبقى divergence دي انا عندي برضو مركبة في اتجاه ال r، فهاخد اول term في ال divergence، لان الباقي بالنسبة لي صفار، r سكويرد dr، هيطلع لك واحد على r squared partial by partial r dr تربيع في q على 4 by r squared. ال r هتروح مع ال r، هيطلع لك ثابت فتفاضل ويطلع لك صفر. بس الحقيقة احنا عملنا هنا حاجة غلط. ايه هي الحاجة الغلط اللي احنا عملناها؟ ركز معايا كده، لو جيت وقسمت البوينتد شارج هتلاقي ان في الديلاينز بتاعتي ريديالي بتطلع منها اوتورد. طيب ازاي واحنا قلنا يعني مثلا لو جيت قلت لك احسب لي فلوكس حواليها كده واحسب لي الدايفرجنس حواليها، ازاي الدايفرجنس يطلع بصفر وانا اصلا تعريف الدايفرجنس اللي هو النت فلوكس، واضح ان كل خطوط المجال بتطلع من البوينت دي، واحنا لما بنيجي الدايفرجنس يبقى اكبر من يعني الدايفرجنس بتاعي بيبقى طالع منه في دي لاينز، وكنا بنسمي البوينت دي بنسميها السورس، ولو دخل لها
كنا بنسميها كنا بنسميها سينك. يعني لو خطوط المجال داخله للبوينت بتاعتي هتلاقي الدايفرجنس هنا بالسالب، هتلاقي ان ده كنا بنسميها سينك. فلو الدايفرجنس بالموجب يعني خطوط المجال طالعه من البوينت كنا بنسميها سورس. طبعا لو اللي داخل هو هو اللي خارج كنا بنسميها ايه؟ سولينويدال. ما علينا. ففي حالتنا دي واضح قوي من الجيومتري، او واضح قوي من شكل الفيلد لاينز او الستريم لاينز، ان عند الصفر مستحيل يكون الدايفرجنس بصفر، او عند نقطه او عند مكان وجود البوينت سورس او البوينت تشارج مستحيل يكون الدايفرجنس بصفر. طب ازاي بقى طالع لي ان الدايفرجنس بصفر everywhere؟ خلي بالك احنا ما خدناش بالنا او عملنا حاجه كده تريكي. لما الار هنا كان بتساوي صفر هتلاقي ان المقام بيبلو اب، يعني هتلاقي طلع لك صفر على انفينيتي. وبالتالي لازم ايه؟ لازم هنا تعمل عمليه ليميت. فدوت كده ايه؟ الدايفرجنس بيساوي الصفر صحيح لو الار لا تساوي الصفر. انما طب لو بتساوي الصفر اعمل ايه؟ فور ار بتساوي الصفر. خليك معايا بقى، انا هعرف متجه جديد اسمه جي بيساوي ار على ار سكويرد، ار متجه يونت فيكتور على ار سكويرد، وبالتالي الدي بتساوي كيو على 4 باي في الجي. فيهاش مشكله، دي ما عملتش حاجه جديده، هو لو بصيت هتلاقي هي هي. طيب انا بقى ايه؟ هستخدم الفاندمنتال لو بتاع الدايفرجنس، هستخدم تعريف الدايفرجنس. فاروح ايه اقول ان التكامل للدايفرجنس بتاع الجي، انا دلوقتي لو جبت الدايفرجنس للجي يبقى هو هو ايه؟ لو جبت الدايفرجنس للجي هيبقى هو هو الدايفرجنس للدي. كده هيبقى لو ضربته في كيو على 4 في كيو على 4 باي هيدينا ايه؟ الدايفرجنس بتاع الدي. دي ما فيهاش مشكله دي، فبس اجيب الدايفرجنس بتاع الجي سهل، اجيب الدايفرجنس بتاع الدي. فلما اروح اكامل ان الدايفرجنس دوت الدايفرجنس بتاع الجي على سفير صغيره جدا انفينيتيسيمال سفير الراديوس بتاعها بيروح للصفر، مش ده اصلا تعريف الدايفرجنس اللي هو النت فلوكس اوفر ا فيري سمول فوليوم، حيث ابعاد الفوليوم دي بتروح للصفر ان ذا ليميت. طيب ما دوت كده هيساوي الدي. ممكن نحوله بقى باستخدام جاوس لو. قبل كده كنا لو كنا بنقول عندنا كلوزد تكامل سطحي دي دوت برودكت مع دي اس تكامل سطحي على كلوزد سيرفيس، كنا ممكن نحوله لان انا كامل على فوليوم واخد الدايفرجنس للفيكتور فيلد اللي جوه اللي هو كان بالنسبه لي دي. طب ما انا هنا اعمل العكس، معايا تكامل حجمي للدايفرجنس، اروح اجيب ايه؟ التكامل السطحي على كلوزد سيرفيس. سوري دي دي جي دوت الدي اس، والكلوزد سيرفيس بتاعي عباره عن سفير صغيره جدا الريديوس بتاعها هيروح للصفر. فتعالى كده ايه نعوض بقى. طيب الجي عندي ار اوفر ار سكويرد صح؟ طيب احنا قلنا ان على الريدي على السفير الريديوس ثابت وبيساوي بيج ار، يبقى ار بيج ار سكويرد، او ممكن تسيبها ار سكويرد سمول عادي وتفرض ان الريديوس بتاع السفير بتاعك ار سمول. في الاليمنت سيرفيس بتاع السفير عباره بيبقى في اتجاه الار وبيساوي ايه؟ ار سكويرد ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. بالتالي ار سكويرد تروح مع الار سكويرد، وده مع ده يديك واحد، والثيتا من صفر الباي والفاي من صفر الاتنين باي، يطلع لك ان الدايفرجنس بتاع الجي التكامل الحجم عليه على سفير صغيره جدا الفيديوس بتاعها بيروح للصفر بيساوي كام؟ بيساوي لما تعمل التكامل دوت هيطلع لك بيساوي 4 باي. طيب لو انا بقى عاوز جنرالي اعرف الجي الدايفرجنس بتاع الجي، طبعا لو الدايفرجنس بتاع الجي بيساوي صفر زي ما طلعنا فوق ونيجي نعوض هنا التكامل الصفر بصفر هيطلع لك ان الحجم بيساوي صفر او الفلكس بيساوي صفر. طيب احنا دلوقتي عاوزين نعرف الدايفرجنس بشكل ايه؟ ان هو عند الصفر
بيساوي باي على في باء، مش ده مش ده اللي احنا استنتجناه، ان عند الصفر بيساوي باي على في باء وزيرو اذروايز. كنا بنعمل ايه عشان نعمل الحركه دي؟ كنا بنستخدم داله الدلتا. يعني لو انا كنت عاوز اعرف ان هاخد حته كده، لو عندي فانكشن وكنت عاوز اخد منها الفاليو دي، كنت بضربها في ايه؟ بضربها في امبوس دلتا. يعني مثلا لو دي عند اكس نوت ودي كانت داله اف اوف اكس، فدي اكنك قلت ايه؟ اف اوف اكس في دلتا اوف اكس ناقص اكس نوت. وده كان بيساوي لما خدناه في كورس السيجنالز، كانت اف اوف اكس نوت في دلتا اوف اكس ناقص اكس نوت. يعني جبت بس قيمه الداله عند النقطه اللي انا عاوزها، عملت السيفتنج بروبابيلتي، دي بيسموها السيفتنج بروبابيلتي. دي نفس الكلام هنا، يبقى هقول 4 باي في دلتا، بس المره دي في ايه؟ كفيكتور بقى ار. دي ريزلت مهمة جدا وهنستخدمها كتير في المغناطيسية وكمان في كورسات الأنتنة. طيب لو دلوقتي ده معناه ايه؟ ان عند ار بوزيشن فيكتور بيساوي الصفر، يعني عند الاوريجين اللي احنا كنا مستنتج اللي موجود عندها البوينت تشارج. طب لو انا بقى دلوقتي نقلت البوينت تشارج دي ل ار برايم، يبقى الدايفرجنس بتاعي هيساوي ايه؟ هنقل الدلتا بتاعتي ل ار برايم، يبقى دلتا اوف ار ناقص ايه؟ ار برايم. وبكده بقى نهينا كلامنا عن الدايفرجنس وحلينا بروبلمز كتيره جدا على الدايفرجنس، وعملنا وكده نكون فهمناها بشكل كويس.